خلينا نبدأ من الأول خالص. أوكي. ألمانيا. ألمانيا. بالضبط. أنا مولود في ألمانيا، ألماني يعني. بابايا جاء 1960 على ألمانيا دراسة، وأنا اتولدت سنة 1976 في ألمانيا. وعادي. في أي بلد في ألمانيا؟ في برلين. 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 أوكي. مقيم كمان في برلين. ومن إيمانو. يعني لغاية دلوقتي. لحد إيمانو. لحد دلوقتي. أوكي. وأنا في برلين رحت المدرسة. وبعد المدرسة الواحد عمل الستوديوم اليونيفرسيتي الدراسة بتاعته. وطبعا وانا من صغري بحب الكورة، بابايا سجلني في نادي صغير. اوكي. وانا عندي 4 سنين. اوكي. وواحد اخدها من تحت ولعبت انا في المانيا درجة ثالثة. دي كانت اقصى حاجة انا لعبتها في المانيا درجة ثالثة، ولعبت لحد وانا عندي 34 سنة. اوكي. وبس الموضوع التدريب ده كان انا حبه جدا جدا، وعملت دورات في الاتحاد الالماني في الدويتشه فوسبال بوند. اوكي. واخدت اللايسنس من الدويتشه فوسبال بوند. واخد لايسنس البرو لايسنس او ولا الاي لايسنس؟ حلوه الاي لايسنس. اوكي. هي سي بي اي والبرو. والبرو طبعا البرو صعبه شويه. أكيد. ابقى صريح معاك، لازم تمسك نادي في المانيا بروفيشنال. بالظبط. عشان تعمل اللايسنس. صحيح صحيح. ودي يعني لسه شغالين فيها ان شاء الله. طيب من خلال السي في اللي قريته بتتكلم على المانيا، اتولدت برلين ولعبت كوره برشلونه. مشوارك هقول لك دي جت ازاي. Alright. انت عارف اللايسنس لما واحد ياخدها من المانيا دي دراسه. صحيح. هي يعني لحد ما بتتكلم على البراكتيكوم. براكتيكوم انترشيبينج. هو كان براكتيكوم. اوكي. واحد عمل براكتيكوم هناك وكان 2008. البراكتيكوم دون واحد بيكتب زي سي في بيفيابونج، وهم بيختاروا. انا رحت هناك، بس طبعا البراكتيكوم ده بفلوس، لازم واحد يتكلم بصراحه. طب شو يعني؟ وخاصه لما يكون في نادي كبير يعني. اكيد. دي كانت مده معايشه، وكنا احنا 4 تنفار ورحنا عملنا البراكتيكوم دون انترشيبينج. وطبعا واحد شاف حاجات قبل كده انا ما شفتهاش يعني. طبعا بيب جوارديولا كلاعب واحد كانوا يعرفه من برشلونه، واخر فتره لعب في لاتسيو غوم، بس التدريب بتاعه مع الناشئين كان يعني بالنسبه لي انا حاجه هايله جدا جدا جدا.